مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. كالعاده هتكون حلقه غايه في الاهميه، لان عندنا العديد والعديد من الاخبار المتنوعه على الساحه الرياضيه المحليه وكل جديد يتعلق بنادينا الحبيب تحديدا، وبعض الاخبار العالميه اللي هنتطرق ليها على مدار حلقه اليوم. ضيف حلقتنا النهارده هيكون الاستاذ محمد اللاقوسي، الناقد الرياضي بالاهرام، وهنستفيض في الحديث في الجزء الثاني من حلقه النهارده في امور عديده مهمه جدا على الساحه الرياضيه بشكل عام. نروح الاول نشوف اهم وابرز عناوين حلقه اليوم، يلا بينا. الخطيب يحضر مران الاهلي لتحفيز اللاعبين قبل مواجهه بلاتينيوم. الاهلي يختتم تدريباته غدا ويدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطل زيمبابوي. بعثة بلاتينيوم تصل القاهرة استعدادا لمواجهة السبت. اتجاه في الجبلاية لتأجيل حفل تكريم المنتخب الأولمبي. واليوم جولة البوكسنج داي تشعل الدوري الإنجليزي. طيب خلينا نتكلم في البدايه طبعا عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه بلاتينيوم ان شاء الله في الجوله الثالثه من دور المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله والتحدي الهام جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره في كل مكان. يوم السبت ان شاء الله المباراه الساعه 9 بالليل في استاد السلام. الاهلي بيستعد لهذه المباراه بمنتهى القوه ومنتهى التركيز والجديه، وان شاء الله باذن الله مهمه قوي قوي ان احنا نفوز بثلاث نقاط قبل الجوله الرابعه اللي هتكون هناك في زيمبابوي ايضا مع بلاتينيوم. لو خدت الست نقط مع الثلاثه اللي عندك يبقى كده تسعه، ماشي بشكل جيد جدا، وتحاول تعدل موقفك في مجموعتك خصوصا بعد الهزيمه غير المستحقه في الدور الاول او الجوله الاولى مع النجم الساحلي. خلينا نقول لحضراتكم من ابرز ملامح مران اليوم. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حضر المران، واكيد كان ليه بعض الكلمات التحفيزيه، وحضوره في حد ذاته بيبقى مهم قوي. وانا في الحقيقه عايز اتكلم مش حته بقى ان هو رئيس نادي، انسى ان هو رئيس نادي دلوقتي، احنا بنتكلم على اسم كبير في كره القدم المصريه، اسم كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، هو الكابتن محمود الخطيب، وهو اسطوره من اساطير كره القدم في كل الاحوال. فبالتالي حضوره النهارده ده دافع قوي جدا بالنسبه للاعبين. هو الراجل رجع اول امبارح بالليل من رحله العلاج في فرنسا، واول يوم ليه النهارده في النادي عشان مهام عمله كرئيس للنادي الأهلي، وبالتالي مع أول يوم كان مصر وحريص جدا على حضور مران الفريق النهاردة ويتابع الاستعدادات لمباراة بلاتينيوم. دايما بيبقى شيء مميز من الكابتن محمود الخطيب وتواجده في تدريب النادي الأهلي. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان ان تواجد الكابتن محمود الخطيب النهارده كان من خلال الجلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مستر ريني فايلر، والحديث عن بعض الامور الهامه اللي بتخص الفريق، وكمان تحفيز اللاعبين زي ما اتكلمنا. من ضمن الامور الهامه جدا بعثة بلاتينيوم تصل القاهره لملاقات الاهلي بدوري الابطال، وخلاص هما وصلوا فجر الخميس، فجر النهاردة الصبح يعني بدري، وهيستعدوا من خلال تدريبين، تدريب النهاردة وتدريب بكرة. تدريب بكرة بالنسبة لهم هيبقى على ملعب استاد السلام، وهو الملعب اللي هيستضيف المباراة بإذن الله تعالى. فايلر يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران. ريني فايلر مدير فني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان ليه محاضرة قبل التدريب كده للحديث عن بعض الجوانب الخاصة بمباراة بلاتينيوم وأهمية هذه المباراة وكيفية التعامل مع الفريق المنافس ونقاط القوة والضعف. ومش هتبقى المحاضرة الأخيرة النهاردة، لا هيبقى في محاضرة أخرى بكرة بإذن الله قبل المران. مران الأهلي بكرة هيبقى الساعة الرابعة عصرا. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان ان المران اشتمل على بعض الجوانب الفنيه والبدنيه الهامه وجوانب خططيه وتكتيكيه ركز عليها المدير الفني. رامي ربيعه خلاص انتظم في المران الجماعي، هو امبارح خلاص تم اعلان جاهزيته بشكل تام. امبارح كانت تدريبات استشفائيه للمجموعه الاساسيه، بالتالي الكل النهارده بيشارك في تدريبات جماعيه. من ضمن اللي شاركوا في التدريبات هو رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي بعد الاصابه اللي كانت جات له في مباراه الاسماعيلي في العضله الخلفيه عباره عن شد خفيف، وتم التعامل مع هذه الاصابه واصبح جاهز جاهزيه تامه.
فيما يتعلق بحراس مرمى النادي الاهلي، تدريب كان للرباعي النهارده، تدريبات منفرده مهمه جدا. شيف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، وكان تحت اشراف طبعا ميشيل مدرب الحراس، واشتملت على بعض الفقرات الخاصه بالتصويب والكرات العرضيه. شريف اكرامي شارك في جزء بسيط من التدريبات الجماعيه دي، وكان عنده جلسه في الجيم وخاض بعض التدريبات فيها بعد ما خلص التدريبات الجماعيه مع زمايله حراس مرمى النادي الاهلي. فيما يتعلق برمضان صبحي، بينهي العلاج الطبيعي بعد 12 يوم، وده اللي اعلنه الدكتور خالد محمود النهارده، ويعني في متابعه طبيعيه جدا سواء لرمضان او غيره من المصابين، يعني لازم تبقى متابع حالتهم اول باول. رمضان حالته، ناس كتير جدا بتسال دايما عن رمضان عن مدى اهميه هذا اللاعب مع الفريق خلال الفتره اللي فاتت، وخصوصا ان هو كان مستواه مرتفع جدا الفتره اللي فاتت، كان مؤثر يعني. فقدامه 12 يوم علاج طبيعي، وبعد كده هيشوفوا مدى تطور حاله اللاعب ومدى التئام العضله الخلفيه من خلال أشعة السونار، وبعد كده يتم الاطمئنان على حالته، وبناء على هذه الأشعة يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية. قبلها هيبقى في بعض التدريبات التأهيلية. ده فيما يتعلق برمضان صبحي. فيما يتعلق بمحمد محمود، بيخضع لفحص طبي، واحنا عارفين محمد محمود عمل جراحة الرباط الصليبي من عدة أسابيع، وبالتالي بيشارك أو لسه يعني عنده بعض طبعا التدريبات العلاجية والتدريبات التأهيلية تحت إشراف ماير الطبيب الألماني، وكلها فحوصات طبيعية جدا. وهو كان سافر الجونة عشان الطبيب الألماني كان هناك وتابع معاه الحالة بعد ما خد إذن طبعا من الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. الأمور ماشية بالنسبة لمحمد محمود بشكل جيد وبشكل طبيعي، والأمور إن شاء الله بإذن الله تكون أفضل وأفضل ويرجع سليما، لأنه في الحقيقة لعيب مهم جدا. نفس الحال بالنسبة لحمدي فتحي. حمدي فتحي بينهي إجراءات سفره لألمانيا، وإحنا عارفين أنه هو عنده برنامج علاجي، وفترة فاتت كلها كانت عبارة عن راحة للاعب، تدريبات كلها كانت في يعني بعيد عن قدمه المصابة، وهيكون ليه برامج تأهيلية خلال الفترة الجاية بعد ما يروح ألمانيا ويتم الاستقرار على كل الأمور تتعلق بإصابة اللاعب. عشان نبقى قريبين من الصورة بشكل أكبر، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كواليسك يا شريف، قول لنا النهارده ايه اللي حصل في تدريب الاهلي وحضور الكابتن محمود الخطيب، وجانب حضور الكابتن محمود الخطيب بالتحديد ده امر مهم واحنا هنستفيد في الحديث عنه شويه، اتفضل. خليني اقول لك ان التمرين كان الساعه 11 صباحا طبعا سببا لمباراه بلاتينيوم يوم السبت المقبل، اللي اتمنى باذن الله يكون الفوز والتوفيق من حليف النادي الاهلي. مفيش اجمل ومفيش احسن من ان تكون موجود في التمرين ويحضروا الاسطوره، اسطوره مصر طبعا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، لتحفيز اللاعبين، لرفع روحهم المعنويه قبل مباراه افريقيا. يمكن المطلب اللي الجماهير بتطلبه على طول من لاعبي النادي الاهلي، من الجهاز الفني، من مجلس الاداره، هو الحصول على اللقب الافريقي الغالي. النهارده اللاعبين يمكن استقبلوا استقبال حافل ومفرح جدا لرئيس النادي الاهلي طبعا الكبير الكابتن محمود الخطيب، اللي عقد معاهم جلسه وحفزهم فيها عن الفتره المقبله، وطلبهم طبعا بالحصول على بطوله افريقيا، ويمكن عقد جلسه مع مستر فايلر سريعه، وعقد جلسه طويله طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، الله اعلم ايه اللي دار في هذه الجلسه. ولكن من النظره الاولى لهذه الجلسه كانت الابتسامه على طول ما بين الكابتن الكبير طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، واللاعبي النادي الاهلي بعد انتهاء المران كانوا حريصين يروحوا كلهم واحد واحد يسلم على الكابتن محمود الخطيب، اللي استمر طيلة المران كله اللي استمر حوالي ساعتين الا او ساعه ونصف بالتحديد. يعني يمكن الكابتن خطيب اول عمل يوم عمل لي رسمي طبعا بعد الرجوع من فرنسا، اللي نتمنى له 1000 مليون سلامه وبنقول له الحمد لله على السلامه، يكون مع لاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لك بقى التمرين مستر فايلر بدا عمل محاضره حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن مباراه بلاتينيوم، وطالب اللاعبين بالفوز، طالب اللاعبين بلغه الكره بتخليص المباراه بدري جدا باحراز هدف مبكر علشان يقدر يخلصوا المباراه ويسهلوا المباراه للاعيب النادي الاهلي، وكلمهم على شكل الاداء، على تنفيذ تعليماته علشان خاطر يكون الفوز من نصيب لاعبي النادي الاهلي. كابتن احمد سليمان محلل الاداء عمل يمكن فيديو قصير لفريق بلاتينيوم، فعلا فايلر اتفرج عليه، ولاعيب النادي الاهلي هيشوفوه باذن الله في تمرين غد بكره
التمرين هتكون طبعا الرابعه عصرا مفتوحه للاعلاميين حوالي ربع ساعه طبقا للوائح الاتحاد الافريقي. يمكن تمرين النهارده كان في تكتيك كتير النهارده، يمكن الراجل اشتغل النهارده التمرين الرئيسيه لهذه المباراه، فاشتغل التكتيك اللي هيلعب بيه مباراه يوم السبت المقبل في التاسعه مساء. يمكن التاهيل مستمر لرمضان صبحي، رمضان صبحي زي ما انت قلت زميلي امير يمكن بتتكلم في حوالي 10 12 يوم وهيبداوا يعملوا له اشاعه يشوفوا مدى التئام المز، ولكن بطمنك القصه ماشيه ما شاء الله، نمسك الخشب ما شاء الله ماشيه كويس جدا كويس. ماشيه اسرع ما الواحد ممكن كان متخيل، يا رب باذن الله تكمل على كده. هو كريم نيدفيد اللي وحشنا كلنا خلاص بتتكلم في اقل من 10 ايام ويكون مع لاعبي النادي الاهلي، بيعمل الان التمرينات التاهيليه عشان يرفع الحمل البدني بتاعه عشان يقدر يجاري لاعبي النادي الاهلي. محمد محمود يمكن حظه الكويس كان الدكتور اللي اجرى له العمليه في المانيا موجود في الجونه عشان بيقضي عيد الكريسماس طبعا، فمحمد محمود استاذن وراح على طول، الراجل كشف عليه وكلم الدكتور خالد محمود وقال له الحاله مطمئنه، الراجل بينفذ العلاج او كويس والحاله الى الان مطمئنه جدا، يستمروا على هذا يعني البرنامج وباذن الله يكون في نتائج سريعه نتائج كويسه. حمدي فتحي خلاص يمكن بعد عيد الكريسماس هيسافر الى المانيا علشان خاطر يبدا يشوف التطور العمليه اللي عملها. وخليني اقول لك زميل امير اقف عند الحته دي بالتحديد، حمدي فتحي وعمليه الغضروف، كريم نيدفيد وعمليه الغضروف، ليه اللعيبه في مصر الناس كلها بتساله وبتسالك وبتسال وبتسال ناس كثيره، ليه الغضروف في مصر بيقعد له مثلا ثلاث اربع اسابيع وليه الاهلي لاعبي النادي الاهلي بتقعد بالاربع خمس شهور والست شهور؟ مهم قوي النقطه دي يا شريف، يا ريت توضحها. اتفضل. خليني اقول لك ان النادي الاهلي هنا الغضروف في مصر اللعيب بيشيل الغضروف خالص وبيرجع بعد ثلاث اربع اسابيع وبيلعب عادي. النادي الاهلي مش بيبص لمصلحته فقط، الاهلي بيبص لمصلحه لاعبي النادي الاهلي، بيبص لصحه وسلامه لاعبي النادي الاهلي. الاهلي ابسط حاجه ليه يعمل العمليه في مصر والغضروف يتشال واللاعب يرجع بعد ثلاث اربع اسابيع ويلعب، ولكن ليها عواقب طبعا، ليها عواقب، ليها رشح في الركبه، ليها خشونه في الركبه، ليها حاجات كثيره جدا. النادي لو اناني زي ما بيقولوا هيستغل هذه النقطه اللي لعيبه مصر كلها بتعملها، الاهلي بيعمل العكس. الاهلي بيفكر في مصلحه اللاعب. طبعا بيفكر في سلامه لاعب النادي الاهلي من غير مصلحته، فاللاعب بيسافر في المانيا بيعمل بيخيط الغضروف. الاطباء الالمان حريصين ان الغضروف يفضل زي ما هو في الركبه، ربنا خلقه طبعا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الغضروف في الركبه لازم يبقى ليه دور مهم جدا في الركبه، فلاعيب النادي الاهلي الدكاتره في المانيا بيخيطوا الغضروف، فعلشان كده بياخد وقت طويل في الرجوع مره اخرى لحد ما الخيط تلتئم والغضروف يلتئم مره اخرى ويرجع يلعب ثاني مره اخرى، فبياخد له شهور. الاهلي هنا في الوقت دوت بيبص لمصلحه اللاعب فقط، مش بيبص لمصلحته هو الشخصيه، فعلشان كده تلاقي لاعبي النادي الاهلي حريصين ان هم يشيلوا كل اللي النادي الاهلي بيعملوا معاهم ويفضلوا طول عمرهم لحد الان. اما تيجي سيره النادي الاهلي اي لعيب بيبطل او اي لعيب بيخلص مع النادي الاهلي يفضل يتكلم على النادي الاهلي في سيره على طول كويسه، لان الاهلي فعلا بيقف مع لاعبي النادي الاهلي، مش على طول مش بيبص لمصلحته، لا بيبص لمصلحه لاعبي الفريق. زي ما قلت لك تجربه الحراس قويه جدا النهارده، الاربع حراس الشناوي اكرامي لطفي شوبير تمرينه ولا اروع ولا اقوى، يمكن شريف ما كملش التمرين بعد ما عمل جزء كبير من التمرين دخل الجيم كامل التمرين في الجيم. بيشتكي من حاجه معينه ولا ايه؟ لا 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 خالص، هو يمكن اجهاد عام ففضل يعمل جلسه في الجيم بدل ما يقف في التقسيمه بتاعت التكتيك بتاعت مستر فايرال، قال لك يعني يزود الحمل شويه في التمرين. يمكن مع طبعا مع مدرب الحراس مش من دماغه يعني. ربيع النهارده شارك بقوه جدا واعلن جاهزيته لهذا اللقاء الحمد لله، خط الدفاع كله موجود، ايمن اشرف موجود، رامي ربيعه موجود، سعد سمير موجود، ياسر ابراهيم موجود، الكل موجود، خط الدفاع الحمد لله كامل متكامل يا رب باذن الله يديمها كده اهوت ويكملوا في تالق في الفترات المقبله. بكره الاجتماع الفني هيكون الساعه 2 الظهر طبعا في النادي الاهلي، الاجتماع الفني دوت بيتكلموا فيه عن كل حاجه تخص المباراه، الزي وصول الفريقين، كل حاجه تخص المباراه. في المساء بكره هيكون التمرين الرئيسي للفريق بلاتينيوم، وهيكون من قبلها في مؤتمر صحفي للنادي الاهلي هيحضره طبعا المدير الفني وكابتن الفريق النادي الاهلي وايضا بلاتينيوم برضه المدير الفني وكابتن الفريق للنادي بلاتينيوم طبعا كابتن طارق التايب اللاعب الحريف اللاعب اللي كان على مستوى الشخصي انا مثلا نفسي الاقيه بيلعب في النادي الاهلي. طبعا كلنا كان نفسنا في الحقيقه موجود في النادي الاهلي ويقابل الكابتن سيد عبد الحفيظ ويطلب مباراه اعتزال للنادي الاهلي يكون طرف فيها امام الفريق الكبير طبعا فريق الهلال السعودي. كابتن سيد رحب جدا وهيعرض الامر على مجلس الاداره، ولكن من الشواهد الاولى بتدل ان في مباراه في القريب العاجل. امتى لسه طبعا هيتحدد حسب هيتم التنسيق بخصوص موعد هذه المباراه طبقا لمواجهات الفرقتين يعني سواء الهلال السعودي او النادي الاهلي يعني.
تمام. خليني اقول لك بقى اخيرا زميلي امير، يمكن النادي الاهلي في الحته دي شاطر جدا اداريا. النادي الاهلي عنده مدير كوره ما شاء الله نمسك الخشب شاطر جدا، معاه مدير اداري على اعلى اعلى مستوى هو الكابتن سمير عادلي. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عادلي قاعدين من شهر فات بيجهزوا المباراه زيمبابوي في زيمبابوي، مش هنا هو في زيمبابوي. كويس. على طول كان في اتصالات مع سفيرنا في سفاره طبعا جمهوريه مصر العربيه في دوله زيمبابوي، السفير معالي السفير محمد مصطفى فهمي والكابتن سمير عادلي والكابتن سيد، واتصالات ما بين السفاره المصريه هناك والسفاره زيمبابوي طبعا في جمهوريه مصر العربيه والخارجيه، وتنسيق كامل علشان خاطر المعامله تكون بالمثل، مش بالحب ومش بالكلام، لا بالشغل وبالعرق وبالجهد واتصالات، وفي تنسيق داير من شهر فات ان يستقبلوا الفريق، يستقبلوا فريقنا في مصر، يتمرن تمرين النهارده بكره يتمرن تمرين في الاستاد، الاقامه تكون على اعلى مستوى، يكون الحافله موجوده في انتظارهم، كل طلبات الجانب فريق برسيم يكون متوفر له عشان خاطر تلقى هذه المعامله بالمثل للاعبي النادي الاهلي. الاهلي باذن الله عنده مباراه يوم 5، هيكون سفر كابتن سيد والكابتن سمير هيسبقوا بعث النادي الاهلي، هتكون يوم 6 على ما اظن، هيسافر الاهلي يوم 7 على ما اظن. انا بكلمك شوف الاهلي شغال على الكلام ده من بدري جدا علشان خاطر ما يبقاش هناك في مشكله تقابل فريق النادي الاهلي فيتحط في موقف فانا لازم اشكر طبعا معالي دوله طبعا السفير محمد مصطفى فهمي سفير مصر في دوله زيمبابوي، وطبعا الكابتن سمير عادلي والكابتن سيد، وهنا سفاره زيمبابوي على الاتصالات وعلى الحاجات اللي دايره كلها. الجانب ده كله جماهير ما تعرفش عنه حاجه، ولكن النادي الاهلي في القصه الاداريه شابو. دي اجواءنا في تمرين الفريق. لو عندك اي استفسار زميل امير انا معاك. لا يعني بشكرك شكرا جزيلا يا شريف، في الحقيقه قلت كل الاخبار وكل الكواليس اللي دايما بيبقى حابب يسمعها جمهور النادي الاهلي. زميلنا المميز شريف شعبان رئيس قناه الاهلي كان معانا على الهاتف وقال لنا كل جديد يتعلق بمران الفريق النهارده واستعداداته للمباراه المقبله باذن الله تعالى يوم السبت بحضور 10,000 من جمهور النادي الاهلي، اللي اكيد هيكون الداعم الاول في هذه المباراه وهذه المواجهه الهمة جدا. طيب قبل ما نخش في اخبار الاهلي في الصحف النهارده، خلينا نشوف او نقول مباريات البوكسنج الدوري الانجليزي النهارده. في عدد كبير جدا من المباريات، توتنهام هوتسبير وبرايتون، دي مباراه لعبت الساعه 2:30، خلصت بفوز توتنهام بنتيجه 2-1 بعد ما كان متاخر بنتيجه 1-0. استون فيلا ونوريتش سيتي في الساعه 5 ابتدى خلاص الماتش، وعدد من الماتشات في نفس التوقيت، تشيلسي وساوثهامبتون، ايفرتون وبيرنلي وكريستال بالاس وويستهام، بورموس وارسنال، شيفيلد يونايتد وواتفورد، كل المباريات دي الساعه 5. الساعه 7:30 مباراه مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الاولد ترافورد، والساعه 10 بالليل قمه هذه الجوله ما بين ليستر سيتي وليفربول في ملعب ليستر سيتي، وبكره مباراه وحيده هتكون ما بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون في ملعب ولفرهامبتون. نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. في الاخبار المسائي، الحسم جلسات مهمه للخطيب في الاهلي وفايلر يطمئن على الدفاع. المسا، تدريب مفتوح للاهلي قبل لقاء بلاتينيوم، اكتمال القوى الضاربه بعوده ربيعه وياسر، فايلر المباراه فرصه لتحسين موقفنا في مجموعتنا. الجمهوريه، فايلر يدرس بطل زيمبابوي بالفيديو وتفاوض مع مهاجم نيجيري. الأخبار، كهرباء في مران الأهلي لأول مرة، فايلر يحذر من جولتي بلاتينيوم والخطيب من العلاج إلى العمل. الأهرام، جيرالدو يرفض الرحيل للإمارات ويطرح عرضا برازيليا، الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة، وكهرباء في قائمة الفريق أمام المقاصد. الأهرام المسائي، الأهلي مشغول، فايلر يخلي مكانا للأفريقي وجيرالدو ضحية صفقة الشتاء، معركة الليكي مستمرة ولجنة التخطيط تتمسك بموسونا. الوطن، الأهلي يمنع أزارو من اللعب للزمالك وأليكي يقترب من الأحمر. اليوم السابع، فايلر يرفض رحيل مروان محسن على الاهلي في يناير، الاحمر يرفض الاستسلام في صفقه اليكي، اجتماع مهم للجنه التخطيط بعد عوده الخطيب. المصري اليوم، فايلر يرفض رحيل الشيخ ومارسيلو يتجه للخليج. الشروق، صالح جمعه يطلب الرحيل عن الاهلي مجانا، كهربا ينتظر جلسه فايلر والخطيب يحسم ملفات الكره بعد عودته من فرنسا.
الوفد، الأهلي وافق على إعارة صلاح محسن وجمعة ينتظر عرضا سعوديا. نبتدي بالأخبار المسائي، واللي اتكلمت عن نادي الأهلي النهارده وقالت عنوان الحسم، وقصدهم على الحسم يعني على الجولة المقبلة وحسم بعض الأمور والملفات في النادي الأهلي، وبيقول لك جلسات مهمة للخطيب في الأهلي، ده طبيعي جدا. كابتن محمود الخطيب كان غايب تقريبا على مدار 10-12 يوم في فرنسا لرحلة العلاج، وعاد أول أمس وابتدى النهارده يعني مهام عمله داخل القلعة الحمراء، ويعني أكيد أمر مهم جدا. هيبقى في بعض الجلسات ما بين كابتن محمود الخطيب ومختلف الإدارات في النادي الأهلي يعني عشان بخصوص إنهاء وحسم بعض الملفات فيما يتعلق بالفريق الأول. فايلر اطمئن على الدفاع، وده بعد عودة طبعا رامي ربيعة وياسر إبراهيم عشان يكونوا إضافة بجانب زمايلهم في هذا المركز، سواء سعد سمير أو أيمن أشرف أو محمود متولي كمان اللي عاد مؤخرا. نروح للجمهورية. الجمهورية بتتكلم عن ان فايلر يدرس بطل زيمبابوي بالفيديو، وده طبيعي جدا بيحصل قبل كل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. مدير فني بيدرس كل منافس انت هتقابله ويتفاوض مع مهاجم نيجيري، مش هو فايلر اللي بيتفاوض، فايلر بيطلب والناس في النادي المسؤولين عن التفاوض هم اللي بيتفاوضوا، لكن ما فيش مدير فني بيتفاوض. الراجل بيركز بس في مبارياته، بيركز في المواجهات اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. قال طلباته، قال هو عايز ايه وعايز مين، قال هو مش محتاج مين الفترة الجاية، ممكن يخرج إعارة، ممكن يكون موجود، مش عارفين هو استقر على الأسماء إيه بالظبط، هنعرفها لما الأهلي يعلن رسمي يعني. لكن في كل الأحوال الأمور ماشية بالشكل الجيد، الناس بتشتغل بشكل مميز، والقرارات أكيد معروفة وموجودة بالنسبة للمسؤولين في النادي الأهلي، وموعد الإعلان عنها هم اللي بيحددوه بكل تأكيد. خلينا نروح للأخبار. كهربا في مران الاهلي الاول مره امبارح. كهربا طبعا صفقه الاهلي الجديده والوحيده حتى الان تواجد في المران الجامعيه، هو كان عنده تدريبات تاهيليه قبل كده، واحنا اتكلمنا في القصه دي امبارح يعني، لكن هو امبارح تواجد في التدريبات والنهارده بيستمر في المشاركه في التدريبات الجامعيه، وهيستمر خلال الفتره اللي جايه لحد موعد مباراه مصر المقصه، وهيكون موجود يعني في هذه المباراه لما يتم قيده بشكل رسمي في قائمه الفريق. طيب، فايلر يحذر من جولتي بلاتينيوم، وهم فعلا جولتين مهمين جدا، والخطيب من العلاج الى العمل، وده اللي حصل، الراجل رجع وتواجد النهارده في النادي. نروح لخبر اخر من الاهرام، وان جيرالدو يرفض الرحيل للامارات. ما فيش عرض رسمي جه لجيرالدو من الامارات عشان يتم رفض الرحيل يعني، ويطرح عرضا برازيليا، لسه برضه ما فيش اي عرض رسمي جه لجيرالدو. الناس بتسال هل جيرالدو خلاص هو اللي ماشي؟ ممكن البعض يستنتج، ممكن البعض يقول لك منطقيا هو جيرالدو اللي هيمشي، لان الفتره اللي فاتت ما كانش بيشارك، لكن ما تضمنش، ممكن اي شيء يتغير ما بين يوم وليله يعني، ممكن فجاه نلاقي مستر فايلر محتاج جيرالدو، يفكر ان هو لو الاهلي نجح في التعاقد مع مهاجم اجنبي مثلا او جاب لعيب اجنبي ايا كان مركزه ايه، يغير رايه. ما انتش عارفين اصلا رايه باتجاه انهي لاعب حتى هذه اللحظه، لكن في كل الاحوال الامور بتختلف من يوم لاخر، هنشوف في الاخر مين اللي هيكون موجود ومين اللي ممكن يمشي. بالمناسبه انت ممكن تكون بتتفاوض مع لعيب اجنبي، ممكن، بس مش شرط ان التفاوض ده ينجح، ممكن نفشل، وارد جدا، كلها امور تفاوضيه يعني. لكن الاهلي هيبقى بيسعى بشكل قوي جدا لتلبيه احتياجات المدير الفني، تنجح المفاوضات هيبقى شيء جيد، ما تنجحش المدير الفني هيتعامل مع الموجودين، ده امر طبيعي، واحنا عندنا الموجودين بما فيهم جيرالدو كلهم لاعبين كبار جدا، وما ينفعش ان احنا نتكلم عن استغناء النادي الاهلي عن اي لاعب قبل الاستغناء رسميا، لان طالما اللاعب ده موجود ومقيد في قائمه الاهلي سواء محليا او افريقيا، اذا ممكن يكون متاح للجهاز الفني، ممكن الجهاز الفني يلجا له في اي وقت. فده امر مهم جدا لازم نقوله يعني. الاهلي يقترب من حسم صفقه جديده، هو الاهلي اقترب فعلا. كهربا في قائمه الفريق امام المقصه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه. نروح للاهرام المسائي. بتقول الاهلي مشغول. الاهلي مشغول بايه؟ فايلر يخلي مكانا للافريقي وجيرالدو ضحيه صفقه الشتاء. مش مؤكد الكلام ده يا جماعه، طالما اللعيب موجود في النادي الاهلي اذا هو مكمل. اما يبقى في بقى كلام تاني او قرار اخر هيتم الاعلان عنه من قبل المسؤولين في النادي الاهلي، موقع رسمي، قناه النادي، كلام من ده. معركه اليكي مستمره، مش معركه ولا حاجه، امور تفاوضيه. لجنه التخطيط تتمسك بلاعب موسونا، ده لاعب زيمبابوي، لاعب مميز جدا، لكن ما فيش حاجه اسمها تتمسك يعني، ممكن تقترح. ما هي كلمه تتمسك دي برضو ممكن تخليك ايه تستنتج ان في خلاف، ان مثلا مستر فايلر عايز لعيب معين ولجنه التخطيط عايزه لعيب اخر، فده مصمم على رايه وده مصمم على رايه، الامور ما تمشيش كده خالص في النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين.
بيبقى مثلا فايلر يقول لك انا محتاج لعيب في المكان الفلاني واسمه كذا، مواصفات كذا. لجنه التخطيط ممكن تقول له طب احنا ممكن نكون محتاجين مكان تاني، او ممكن في لعيب افضل مثلا، مثلا يعني. وفي الاخر يفكر مستر فايلر يقرر، يقول لك لا خلاص انا متمسك برايي. الناس هتقول له اوكي ما فيش اي مشكله. ليه؟ اللي بيحاسب في الاخر، اللي بيتم تقييمه في الاخر هو مدير الفني. ما ينفعش انت ما تيجي تقيم مدير فني في اخر الموسم وتقول له لا انت ما نجحتش لا قدر الله يعني في البطوله كذا او البطوله كذا، هيقول لك طب انا طلبت وانت ما رضيتش تجيب لي، وجبت لي واحد ده انا ما كنتش محتاجه. فالسيستم ده مش هتلاقيه في النادي الاهلي، التفكير ده العقليه دي مش موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي ماشي في سيستم معين، اطلب انت كمدير فني عايز ايه، وانا احاول بكل ما استطيع من قوه ان انا انفذ لك كل الطلبات اللي انت عايزها، عشان مصلحه واحده، المصلحه ان احنا عايزين فرقه تبقى في احسن حال، وعايزين البطولات، اهمها بطوله دوري ابطال افريقيا. فالمدير الفني مسؤول عن كل شيء، والمدير الفني هو اللي ليه حق الاختيار. بيبقى في تناقش وكلام من ده طبيعي، لكن في الاخر القرار بيبقى بتاع المدير الفني اللي عايزه بيكون يعني. طيب نروح لخبر اخر، الوطن والاهلي يمنع ازارو من اللعب للزمالك. ومين قال ان ازارو هيلعب في الزمالك يا جماعه؟ تصدقوا يعني في كلام ساعات كده بيتقال لمجرد الشو، ده حقيقي والله بجد. واكيد حضراتكم فاهمين حاجه زي كده، ممكن حد يطلع يقول لك ايه ازارو وقعد مع مش عارف مين من الزمالك، فاهمين الكلام؟ كلام مش حقيقي خالص. ازارو لسه عنده سنتين غير السنه دي في عقده مع النادي الاهلي، هيمشي زي يروح الزمالك يعني؟ هو اللاعب اصلا موجود في النادي، اللاعب اهلاوي بيحب الاهلي وبيلعب وموجود وكل الكلام ده، بأني منطق يعني؟ ما علينا، اليك اكتر من الاحمر. ماشي، لجنه التخطيط في الجزء الثاني من الخبر تجتمع، وكل الامور الخاصه بلجنه التخطيط والاجتماعات دي بتحصل خلال الفتره الحاليه عشان يستقروا على مستقبل الفريق بالتحديد في شهر يناير، وده امر طبيعي جدا. خلينا نروح لليوم السابع. فايلر يرفض رحيل مروان محسن. مين قال ان مروان هيمشي؟ مروان موجود في النادي الاهلي ومستمر مع الفريق. وبالمناسبه مروان المهاجم مميز جدا، ممكن في بعض الفترات ما يكونش موفق، ممكن اسلوب اللعب معين مثلا ما يساعدش مواصفات المهاجم، يعني كلها امور بتحصل. لكن في كل الاحوال مروان مهاجم جيد جدا وموجود ومستمر مع النادي الاهلي، ومفيش تفكير في رحيله اطلاقا يعني. الاحمر يرفض الاستسلام في صفقه اليكي. ماشي، اجتماع مهم للجنه التخطيط بعد عوده الخطيب. ماشي، اتكلمنا فيها. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم، فايلر يرفض رحيل الشيخ ومارسيلو يتجه للخليج. احمد الشيخ الراجل بيلعب والراجل موجود وجاب هدف في ماتش الاتحاد وتالق في مباراه الاسماعيلي. ممكن البعض يقول يبقى شايف ان احمد الشيخ ما عملش مباريات قويه قوي يعني، بتحديد مباراه الاسماعيلي مثلا، لكن دايما بتفضل وجهه النظر الفنيه هي الاهم. المدير الفني شايف ان هو لعيب كويس، خلاص هو الراجل ادرى مننا يعني، هو اللي موجود مع الفريق، هو اللي بيتحكم في الاوراق اللي عنده. فاحمد الشيخ عمل مباراه جيده مع الاسماعيلي، عمل مباراه جيده مع الاتحاد، موضوع رحيله ده غير مطروح يعني، حاجه غريبه يعني. ما اطرحش ان احمد الشيخ يمشي علشان فايلر يرفض. ممكن يجي له عروض، ممكن لما يجي له عروض يقول لك على فكره في عرض لاحمد الشيخ، لا انا متمسك بيه، ده اللي ممكن يحصل. لكن الكلام برحيل احمد الشيخ لا. موضوع مارسيلو حسين السيد واتجاهه للخليج. حسين السيد في اقتناع بمستواه، عشان ابقى واضح مع حضراتكم، في اقتناع بمستوى حسين السيد. لو حسين السيد خرج من النادي الاهلي معار، هيكون بسبب الوفره العدديه في مركز حسين السيد. ده لو خرج هيكون ده السبب الرئيسي. ليه؟ لان انت عندك علي معلول، محمود وحيد، وايمن اشرف بيجيدوا اللعب في المركز ده، والثلاثه مقيدين في القائمه الافريقيه. فممكن يكون ده السبب الوحيد، ده لو الاهلي قرر اعاره حسين السيد. حتى الان حسين موجود في حسابات الجهاز الفني، موجود يعني في النادي الاهلي، مش عايز اقول في الحسابات لانه ما بيشاركش، عشان ابقى منطقي مع حضرتك وابقى صريح يعني، ما بيشاركش الفتره اللي فاتت، فاذا هو مش في الحسابات قوي. لكن ممكن تلجا له لا قدر الله اصابه او اثنين في مركز واحد، ده ممكن يحصل لا قدر الله، ربنا يستر يعني. فهيبقى هتعمل ايه؟ موجود حسين السيد وبقدرات رائعه ولاعب مميز جدا جدا وفي قناعه بمستواه، دي معلومه يعني. خلينا نروح للشروق وصالح جمعه، القصه الثانيه. صالح جمعه يطلب الرحيل عن الاهلي مجانا، ما حصلش. على فكره الشروق مركزين شويه مع صالح جمعه من الاخر يعني، هم يعني لو انتوا كده متابعين معانا على مدار فترات، كل فتره كده يجيب لك خبر عن صالح جمعه، اصل صالح مش عارف ماله، اصل صالح ايه الكلام من ده. لكن صالح موجود في النادي الاهلي لحد دلوقتي، لو في قرار انه يطلع اعاره فهيتم الاعلان عنه، ده لو في قرار، لكن هو موجود ومقيد افريقيا ومحليا، طبعا لازم يكون مقيد محليا الاول. فما طلبش خالص الرحيل عن النادي الاهلي، واللاعب بيجتهد في التدريبات وبيحاول يثبت وجوده، وفي الاخر الرؤيه الفنيه بتبقى خاصه للمدير الفني.
بيقول لك ايه بقى برضو من خبر الشروق، ان كهربا ينتظر جلسه فايلر، بينتظرها ليه؟ لما قريت متن الخبر قال لك عشان يحدد موعد مشاركته في المباريات. هو موعد معروف ومفيش لعيب هيقول لمدير فني او هيقعد مع مدير فني، او مدير فني هيقعد معاه مخصوص عشان يقول له خلي بالك انا هلاعبك في المباراه اللي جايه او مباراه كذا. لا، كهربا الاهلي تعاقد معاه، موعد كده هيكون في الاول من يناير، فتره الانتقالات الشتويه لما تفتح هيتم قيد كهربا على طول على حساب احد اللاعبين مش عارفين لسه مين، تمام، بشكل منطقي. ولما يتم قيده هيبقى متاح للجهاز الفني الرؤيه الفنيه بقى يلعب امتى كهربا، يلعب ماتش مقصه، يلعب ماتش اللي بعده اف سي مصر مثلا، يلعب ماتش بلاتينيوم اللي بعديهم. هنشوف ده طبقا لجاهزيه اللاعب فنيا وبدنيا، اللاعب جاهز وماشي بشكل كويس في التدريبات، وهنشوف الميعاد المحدد لمشاركته يعني. لكن في كل الاحوال هو خلاص من اول يناير يبقى متاح للجهاز الفني. خطيب يحسم ملفات الكره بعد عودته من فرنسا، وده امر معروف وطبيعي. نروح للوفد. الاهلي وافق على اعاره صلاح محسن، ممكن يكون ده الاقرب، ممكن يكون ده الاقرب بالنسبه لصلاح محسن لان هو خارج الحسابات خلال الفتره اللي فاتت، لكن برضه الظروف ما تضمنهاش عشان نبقى بنتكلم بصراحه مع حركه. احنا ممكن نقول لحركه يا صلاح محسن خارج خلاص اعاره، نيجي نلاقي صلاح محسن بيلعب الماتش الجاي. يبقى احنا بنتكلم اي كلام؟ لا، الواقع دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول ان صلاح محسن في صفوف النادي الاهلي موجود. ممكن جاله عروض اعاره، طبعا جاله عروض اعاره. الموافقه موجوده ولا لا؟ هيتم الاعلان عنها في وقتها يعني. ما خلاص احنا في النهارده 26 ديسمبر يعني اربع خمس ايام كده، وكل التساؤلات هيبقى ليها اجابات يعني. طيب جمعه ينتظر عرضا سعوديا، برضو ده على مدار شهر يناير هيبان بشكل اكبر. اخبار الاهلي في المواقع نشوفها يلا. سوبر كوره، تذكرتي تعلن توزيع تذاكر مباراه الاهلي وبلاتينيوم بعده منافذ، تعرف عليها. الوطن سبورت، ملعب التتش يشهد جلسه بين الخطيب وحسين السيد. البابا سبورت، رئيس الاهلي يطلب تقريرا عن عروض اللاعبين. سوبر كوره والكلام على مباراه الاهلي وبلاتينيوم وحضور الجماهير والامور هتبقى ماشيه ازاي. احنا عارفين 10000 مشجع هيكون متواجد في هذه المباراه باذن الله تعالى. وكمان تذكرتي اعلنت عن توزيع التذاكر مباراه الاهلي وبلاتينيوم من خلال منافذ ايد اللي هم افرع النادي الاهلي، سواء الجزيره، الشيخ زايد، مدينه نصر، بالاضافه للفروع اللي تم الاعلان عنها مسبقا يعني محدده مسبقا بالنسبه لتذكرتي. اهم حاجه الفان اي دي وبيبقى معاه التذكره يعني. الاستاد هيتم فتح البوابات الخاصه بيه بدخول الجماهير في 8 ساعه الثالثه عصرا يوم المباراه باذن الله. الوطن سبورت بتقول ان ملعب التتش شهد جلسه بين الخطيب وحسين السيد. الكلام يعني موضوع يعني حسين السيد لو كان في جلسه هيبقى الكلام بخصوص اللاعب يعني، الفتره الجايه الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه له، الله اعلم ايه اللي دار في الجلسه. لكن احنا اتكلمنا بتفاصيل في موضوع حسين السيد ده من دقيقتين ثلاثه ووضحنا الامور لحضراتكم. البوابه سبورت، رئيس الاهلي يطلب تقريرا عن عروض اللاعبين. ده برضو عشان بخصوص الاجتماعات، يبقى خلاص كل التقرير مع كابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره، و يتم مناقشتها مع لجنه التخطيط للكره، وبالتالي يتم اتخاذ القرارات المناسبه في صالح فريق النادي الاهلي، امر طبيعي يعني. طيب اخبار محليه وعالميه ايه نشوفها يلا. سوبر كوره، اتحاد الكوره يدرس الغاء بند ممارسه كره القدم من شروط الترشح لعضويه الجبلية. اليوم السابع، اتجاه في اتحاد الكوره لتاجيل احتفاليه تكريم المنتخب الاولمبي. يلا كورة، يكشف هل يشارك صلاح أمام ليستر سيتي؟ صدى البلد، 10 مليون يورو القيمة التسويقية لتريزيجيه. ثري سبورت 360، رونالدو وميسي خارج التشكيلات الأغلى وحضور قوي لصلاح. نبتدي بسوبر كور، الكلام على ان اتحاد الكره بيدرس الغاء بند ممارسه كره القدم في شروط الترشح لعضويه الجبليه. احنا عارفين ان في لائحه بيتم التجهيز ليها خلال الفتره الحاليه يعني،
تحت اشراف الاتحاد الدولي، واللائحه فيها بعض البنود اللي ممكن يكون البعض كمان اعترض عليها، منها مثلا بند ان انت لو عايز تبقى عضو مجلس اداره في اتحاد الكره او رئيس في مجلس اداره اتحاد الكره ما يحقش ليك ان انت تشتغل في الجانب الاعلامي. يعني دي من ضمن البنود اللي ممكن البعض يكون بيتكلم فيها. بند اخر ان انت مش شرط تكون بتلعب كوره او لعبت كوره قبل كده عشان تبقى موجود في الاداره في اتحاد الكوره. بس هي الجزئيه الاهم، هو ليه اتحاد الكوره ما ارسلش مشروع اللائحه للانديه؟ يعني هو ايه؟ ارسل للانديه خطابات قال لهم يا جماعه لنا مقترحاتكم بخصوص اللائحه. طب هل ده منطقي؟ طب ما تقول لي الاول كده مشروع اللائحه عباره عن ايه؟ وانا اقول لك ملاحظاتي ومقترحاتي وبعد كده نتناقش بقى لما يجي يتم الاعتماد باللائحه يعني. فالامر ده غريب شويه، يعني عجيب شويه بصراحه. لازم يبقى في مشروع لائحه وبعد كده توريه للناس الانديه والناس تشوف وتقول لك مقترحاتها. ده التسلسل الطبيعي يعني. لكن في كل الاحوال نتمنى الامور تسير بالشكل الايجابي يعني. طيب كده كده اللائحه لازم تكون متفقه او متوافقه مع قانون الرياضه المصري ولائحه الفيفا يعني. هنشوف اللائحه دي طبعا اللي هيتعمل عليها الانتخابات اللي هتكون بعد الاولمبياد يعني. اليوم السابع اتحاد في اتجاه في اتحاد الكره لتاجيل احتفاليه تكريم المنتخب الاولمبي. كان المفروض في احتفاليه المنتخب الاولمبي يوم 3 يناير والاحتفاليه دي هيتم تاجيلها بسبب ان اليوم ده اصلا في ماتش في الدوري، ومش عارف احنا اصلا من الاول بنقول مواعيد للاحتفاليه ليه طالما احنا الظروف مش عارفين الامور هتمشي ازاي، في ماتشات كمان من ده. لازم الامور التنسيقيه دي تبقى معروفه، مش احنا نحدد حفله وبعد كده نيجي ناجلها اصل ايه ده في ماتش في اليوم ده، في ماتش مثلا طلع الجيش وادي دجله مباراه في الدوري يوم 3 يناير في نفس اليوم يعني. فطبيعي هيتم تاجيل الحفله مش عشان ماتش بس، عشان هم مش يعني لسه الناس مش جاهزه للاحتفاليه. الناس طبعا المنتخب الاولمبي يستحق احتفال كبير جدا بعد تحقيق حلم المصريين بالتاهل للاولمبياد يعني. اخيرا نروح ليلا كوره، بعض الاخبار العالميه وبالتحديد فيما يتعلق بمحمد صلاح نجم المصري وليفربول والمواجهه المرتقبه الليله امام ليستر سيتي، مباراه قويه جدا. بيقول لك هل يشارك محمد صلاح امام ليستر سيتي؟ اه طبعا الفرص اكبر ان محمد صلاح يشارك، خصوصا ان هو محظوظ يعني على ليستر سيتي، لعب 5 ماتشات جاب 3 اهداف، وبالتالي هتبقى مباراه قويه جدا. خلينا نقول لحضراتكم ان ليفربول في المركز الاول ب 49 نقطه، في المركز الثاني ليستر سيتي ب 39 نقطه، بس ليفربول ليهم ماتش مؤجل مع ويست هام لما كانوا بيشاركوا في كاس العالم للانديه. ليفربول كمان هيكون عندهم مباراه يوم الاحد مع ويلفرهامبتون، المباراتين دول هيبقوا مهمين قوي ليفربول لان التوقيت ما بينهم قليل قوي. النهارده بوكسينج داي امام ليستر سيتي، لو كسبت تبقى قطعت شوط مهم قوي بالنسبه لليفربول في بطوله الدوري المنتظر من 30 سنه، وهيبقى عندك ويلفرهامبتون هتبقى مجهد، عندك بعض العناصر ممكن ما يشاركوش في هذه المباراه، لكن لو كسبت برضه يبقى خلاص اقدر اقول لحضراتكم 99% الدوري في ليفربول. ويوم الخميس عندهم مباراه مع شيفيلد، صلاح هيبقى متاح يعني في كل المباريات ان شاء الله، ربنا يحميه من الاصابات، لعيب مهم جدا. صدى البلد وبتتكلم عن تريزيجيه المره دي، 10 مليون يورو القيمه التسويقيه لتريزيجيه، وده طبقا لموقع ترانسفير ماركت الموقع العالمي المعروف. وبيقول ان تريزيجيه كان الجام التسويقي بتاعه او القيمه التسويقيه الخاصه بيه 8 مليون يورو، تم ارتفاعها ل 10 مليون يورو بعد مشاركات اللاعب مؤخرا وتالقه مع استون فيلا. الراجل اللي لعب 9 مباريات جاب 3 اهداف وعمل اسيست هدف واحد. استون فيلا في المركز ال 15 عندهم 15 نقطه، عندهم مباراه النهارده مع نوريتش سيتي في هذه اللحظات. اخر خبر معانا سبورت 360، رونالدو وميسي خارج تشكيلات الاغلى وحضور قوي لصلاح، وده بيبقى طبيعي يعني. انت لما تيجي تعمل كده ده طبقا طبعا لصحيفه اس الاسبانيه، ولما حد خلاص لعيب كبير جدا سواء رونالدو او ميسي حتى لو بامكانيات رونالدو وميسي بيتقدموا في السن اكيد القيمه التسويقيه بتقل شويه. لكن رغم كده يعني قيمتهم التسويقيه ايه طبقا لصحيفه اس الاسبانيه؟ ميسي 140 مليون يورو، رونالدو 90 مليون يورو، طبعا حاجه جامده جدا، مش كل اللي في سن رونالدو وميسي في القيمه التسويقيه بتاعتهم في المكان ده. لكن صلاح نجمنا المصري يهمنا قيمته التسويقيه 150 مليون يورو يعني. تمام، دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. انا هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل هينورني ويشرفني الاستاذ الكبير الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، وهنستفيد في الحديث بعض الامور. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي بالاهرام، ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ اوسي اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، تحياتي وحشتني. انت اكتر، ربنا يخليك. غصبا عننا بقى الفتره اللي فاتت، ربنا يخليك حبيبي. وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان يا رب ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ اوسي. الدوري اتحسم ولا لسه؟
دوري اللي اتحسن الدوري المصري دوري لا الدوري ما طلعش غير 8 ماتشات يعني. انا عايز اسالك يعني. عشان النغمه بس ده حاجه اولا دلوقتي. يعني فعلا بعد بدات بقول لك الاهلي حسم الدوري وكلام يعني غير لا يعني بعد بيقول لك ان الاهلي حسم الدوري وبعد بيتحدث عن ان الزمالك خلاص خسر الدوري يعني وكان الدوري يعني محصور فقط بين الاهلي والزمالك وناسين ان في فرقه اسمها المقاولين العرب عندها 22 نقطه فرقه اسمها الاتحاد عندها 20 نقطه وناس ما شكتش والزمالك ما زال احنا او اي فريق ما زال له طموح حتى الان الاهلي لما يلعب سوى 8 مباريات صحيح حقق العلامه الكامله 24 نقطه لكن المشوار ما زال طويلا كويس. احنا بنتكلم في 34 اسبوع المسابقه كلها الاهلي لعب منهم 8 بقى 26 اسبوع يعني انت بتتكلم في كم رهيب من النقاط يعني حتى ما حققناش حتى 50% من النقاط فهذه نغمه يعني انا شايف ان هي نغمه يعني ليست بريئه من وجهه نظري مش بريء طبعا الهدف منها ايه يعني؟ لا يعني الهدف منها ان خلاص يا النادي الاهلي خلصت الامور بالنسبه لك والفرقه وبتاع والامور ترتاح طب ما لا قدر الله لو حصل اي دروب في النادي الاهلي ما الدنيا هتتغير خالص والامور هتتغير خالص يعني لو بصينا السنه اللي عدت طبعا مع الفرق ان النادي الاهلي مختلف عن الاخرين يعني لو بصينا السنه اللي عدت ان الاهلي كان بعيدا فعلا متاخر ب 10 نقاط الزمالك ده متاخر ب 10 نقاط وقد يزداد 12 نقطه المفروض يبقى 12 نقطه يعني فرق بينهم الاهلي حال ان الاهلي كسب الاهلي ما زال ليه مباراه اقل من الزمالك كلام متاخر ب 10 نقاط والكل كان يؤكد ان الزمالك بطل الدوري من الاسبوع العاشر او الاسبوع ال 12 او بعد نهايه الدور الاول انا الزمالك بطل الدوري والامور انتهت والقضيه خلصت وان الاهلي لو نجح في الوصول الى المربع الذهبي يبقى ده شيء عظيم بالنسبه له الامور اختلفت تماما صحيح ان الاهلي مختلف ولديه اصرار ولديه عزيمه ولديه فرص ولديه حاجات كتير جدا وتاريخ وروحه حاجات يعني غير محدوده ووراه جمهور عريق واداره منظمه كل ده يخلى الاهلي جه من بعيد وقلب كل الموازين وخد البطوله صحيح فرق كتير جدا ما توفرلهاش ده اللي الاهلي بيعمله او ما يقدرش اللي الاهلي بيعمله لكن لا يجب ان ينخدع النادي الاهلي او الجهاز الفني او اللاعبين او الاداره او الجمهور او اي حد بان البطوله انتهت وان العمليه محتاجه استرخاء ومحتاجه هدوء ومحتاجه عادي جدا تكسب ماتش تعادل ماتش تخسر لا الكلام ده طبعا مرفوض تماما الدوري ما زال الدوري لن يحسم الا اذا كان طبعا القاعده اللي احنا كلنا عارفينها وكلنا حافظينها ان لما يكون عدد نقاطك اكبر من عدد المباريات المباراه المتبقيه مقارنه بالمنافسين في هذه الحاله فقط تستطيع ان تقول رسميا ان النادي الاهلي حسم الدوري ما دون ذلك انت بتتكلم في اكثر من 70 نقطه يعني ما اقرب من 72 نقطه حاجه يعني مهوله جدا يعني رقم مهول جدا ممكن تحصل حاجات كثيره جدا ما حدش عارف المشوار ممكن يحصل فيه ايه فهذا امر مرفوض تماما وامر غير مقبول الدوري ما زال في الملعب وما زال في عمق تحت الملعب كمان مش في الملعب يعني يعني كيف المسابقه ان تنتهي في الاسبوع الثامن او الاسبوع التاسع منها يعني او الاسبوع العاشر يعني واخد بالك هناك منافسه قويه لماذا لا ينافس المقاولين العرب مثلا وهو بشكل ممتاز حتى لو كان حتى لو كان عدد مباريات اكبر لماذا لا ينافس الاتحاد السكندري لماذا لا ينافس الزمالك يعني اي حد يجي يعني دول الثلاثه الاقرب اللي انا ذكرتهم يعني الاخرون ابعد يعني الا حد ما ممكن يرجع امبارح فاز بيراميدز ممكن يرجع برضه بيراميدز من الفرق الكويسه وفرق مميزه وعندها لعيبه وعندها فرقه عندها شخصيه وحاليا بيتولى امرها الكابتن زيزو وهو اكثر درايه بامور الكره المصريه وارد جدا انه يرجع ويقدر يرجع يعني بشكل كويس جدا يعني النادي المصري بعيد جدا من المفاجآت اللي حصل السنه دي كابتن ايهاب جلال امبارح فاز 1-0 على الجيش بالظبط تقريبا يعني بقى 11 نقطه يعني تقريبا كان 8 نقاط طبعا النتائج لا تناسب الكابتن ايهاب ولا تناسب النادي المصري لكن في النهايه دي نتائج محظوظه فاللي عايز اكد عليه لا الدوري انتهى فوق ولا الدوري انتهى تحت لان انت لو بصيت من الـ من الـ من المركز العاشر للمركز ال 18 فرق 3 نقط فعلا وعندك الـ بعد كده اربع فرق برضه بيلعبوا في 3 نقط اللي فرق الوحيد المركز السادس كده او الخامس تقريبا الاهلي الاهلي عنده 24 مقاولين عنده 22 فرق نقطتين مع فرق المباريات لكن انا في النهايه مرتين. انا لو اعول يعني مش المثل اللي بيقولوه ما تصطادش سمك في ميه يعني ولا يعني انت مش ضامن النقاط دي هتاخدها ولا بالظبط العصفور ما زال على الشجره بالزبط. فهل امسكت به ام ما زال طائرا يعني صحيح النادي الاهلي الان يعني او هذه المرحله او في هذا الموسم يعني ممسك بقبضه حديديه على كل المباريات وبيحقق نتائج مميزه صاحب اتعرض لازمات وعقبات كتير جدا في الطريق اهم الازمات ان في لعيبه مهمه جدا عندك بتصاب وده ممكن يحدث خلل في اي فريق وممكن يعرضك لازمات كتيره جدا وممكن يعرضك لضغوط كتيره جدا الجهاز الفني قدر يعوض قدر يتحرك قدر يعمل
كوادر جديده، وده اللي كان بيشتغل عليه فاينر من الاول، ان انا دوري فمحتاج ال 30 لاعب يكونوا شغالين معايا عشان اقدر استعين باللعيبه، فده مهم جدا ان احنا نشتغل عليه او النادي الاهلي شغال عليه. تمام. فنغمه مرفوضه ونغمه ملهاش اي اساس والامور لازم تمشي كويس. كان لازم نبتدي بالجزئيه دي في الحقيقه عشان الناس تبقى يعني مركزه كده، ونفخ ان شاء الله ما حدش يقع فيه، لان امر مهم جدا ان شاء الله باذن الله الاهلي يحسم بطوله الدوري السنه دي مع توالي المباريات، لان لسه بدري، احنا في اول 8 اسابيع. لكن انت بتقيم النادي الاهلي ازاي على مدار الفتره اللي فاتت يا استاذ اوسي؟ انا بقيم الاهلي، يعني الاهلي منذ الفتره اللي تولى فيها فايلر الاهلي يعني مباراه وحيده هي اللي خسرها في دوري الابطال قدام النجم الساحلي، وهذه كانت مباراه ليها ظروفها وليها الاخطاء اللي كلنا عارفها فيها والخطا اللي حصل. يعني ما دام ذلك الاهلي ماشي بشكل جيد وشكل قوي، طبعا عنده 3 نقاط، وان شاء الله بكره او يوم السبت هيلعب مع بلوتونيوم، وبعد كده عنده ماتش مع بلوتونيوم، دول 6 نقاط. حال ما الاهلي يحصل عليهم يقدر يعدل اوضاعه كتير في المجموعه، وبعد كده تفرغ لمواجهته مع النجم الساحلي ومع الاهلي. اما في الدوري فالفريق يصير بامتياز، امتياز طبعا، بامتياز بامتياز، يعني مع مرتبه الشرف لغايه دلوقتي. يعني الاهلي ماشي بشكل قوي، شكل مميز، بيأدي في اداء، في نتائج، 8 مباريات، 24 نقطة، يعني علامة كاملة وانطلاقة عظيمة يعني وهايلة يعني. وفوق ذلك محقق 23 هدف، ده دليل عن الفريق بيلعب وبيهاجم، هجوم قوي، أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن، أقوى دفاع برضه في المسابقة حتى الآن، هدف وحيد اللي هو جه في مباراة أسوان. فالفريق بيصير بشكل قوي، شكل مميز، صحيح في بعض الأوقات بيحصل اهتزاز في الأداء، لكن يعني سرعان ما الفريق أثناء المباراة يعدل وضعه. حتى الاهتزاز ده بيبقى طبيعي يا أستاذ. طبيعي، يعني ما أنت بتتكلم، ما فيش، لا لا طبعًا، ما هو ده مش هيحصل. يعني بقول لك كمان إن لما يغيب عندك لعيبة ممكن، يعني ولما تكون لعيبة من العيار التقيل، يعني لما يغيب رمضان صبحي، لما يغيب السلية، لما يغيب أحمد فتحي، لما غيب ربيع، يعني في ناس كتيره جدا بيبقى ليها بصمات كتيره جدا، مع تقدير كبير جدا طبعا، يعني عندك محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، واحد اهم اللعيبه ليس في الاهلي بل في مصر طبعا، واخد بالك، كون انك تفقد هذا اللاعب وما زلت محافظ على اتزانك وثباتك وادائك بشكل كبير جدا، فده دليل انك انت فرقه بتلعب بشكل جماعي وبشكل قوي وشكل منظم وشكل يعني محدده هدفها وماشيه نحو الهدف ده. ان اي فريق بيحاول يعرقلك، مش يعرقلك يعني، يعني اي فريق بيحاول، طبعا فايلر لعب خلاص قدام الناس كلها، البعض يرى ان فايلر بات مكشوفا يعني، او النادي الاهلي بات مكشوفا امام الجميع، وفاهمين الخطط وشايفين الاهلي بيلعب ازاي، لكن من يستطيع ان يواجه هذا الهجوم الاحمر، هذا الاداء الاحمر، هذا الضغط الاحمر، هذه القدره على المثابره في النادي الاهلي طول الوقت. يعني لو بصينا لماتش النادي الاتحاد، انا اقول لك ان الشوط الاول كان من الاشواط الاقل تقريبا بالنسبه للنادي الاهلي في المسابقه لغايه دلوقتي، لكن يظل تركيز النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وخبرات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واصرارهم ورغبتهم في الحسم، ان الهدف ياتي يعني في الوقت الضائع كعاده الاهلي في كل شيء. ده يعني الاهلي التركيز حتى لاخر لحظات، مركز حتى الشوط الاول، يعني ده حتى يوم دقيقتين وقت بره الضائع تتحاسب فيهم كورنر يتكرر 3 مرات فيحصل الهدف يعني. فده دليل دي الفرقه ودي الشخصيه وده الكبير، وبعد ذلك يتتوالى الاهداف تباعا وتصل النتيجه 4-0 في مباراه كانت في غايه الصعوبه في الشوط الاول، وانا كنت شايف ان المباراه هتبقى صعبه لان نادي الاتحاد من الفرق القويه والفرق المميزه، والاهم دايما في الاتحاد شخصيه المدرب اللي بيدير الفريق طبعا. والكابتن طلعت يوسف مدرب يعني مميز. مخضرم طبعا. يعني مدرب مخضرم له باع طويل في التدريب، واكيد درس الاهلي جيدا وتعامل مع الاهلي بشكل قوي وشكل جيد، وضغط على الاهلي كتير، وقدر يعني لحد ما يعني يوصل ل 45 او 46 دقيقه بلا اهداف. شفنا قبل كده حرس الحدود لما طبق مع الاهلي الطريقه الدفاعيه الكامله اللي هي الطريقه يعني اللي هي 10-0. انت بتحط ال 10 قدام 11 بقى بالجون، بالجون بقى الجون وراهم، يعني 11 بالجون، 11 موجودين تقريبا في 30 يارده، ولكن النادي الاهلي قدر مع ده يحسم باحد الاسلحه واحد الطرق اللي تصويت، فهتدافع هتهاجم، يعني لو هاجمت الدنيا بتتفتح والاهلي بيخلص، لو دافعت برضه الاهلي عنده حلوله، فالفريق ماشي بشكل قوي بشكل مميز، يعني ما حدش يقدر يقول حاجه الحقيقه يعني. لكن طبعا طموحات جمهور الاهلي كبيره جدا في الفرقه انها تكون اقوى من كده مرارا وتكرارا، وطموحات جمهور الاهلي الاكبر كما هي طموحات اداره النادي الاهلي اللي هي الهدف الاكبر هو دوري ابطال افريقيا الذي يتمنى النادي الاهلي العوده ليه بعد غياب من 2013. يعني علشان كده بقى انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ اوسي، هل مستوى الاهلي في بطوله الدوري مقياس للي احنا ممكن نشوف عليه الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ طبعا، هو الدوري بتاعنا يعني انا شخصيا ضد ان اي حد عمال يقول لك ان الدوري بتاعنا ضعيف، الدوري ليس ضعيف، الدوري قوي
كون ان الاهلي بيحسم، وطبعا البعض بيحاول يظهر لك ان الدوري ضعيف دايما كده، لما الاهلي يبقى مسيطر وفارض قوته ومحقق انتصاراته في كل المسابقه يقول لك الدوري ضعيف، لو الاهلي تراجع يقول لك لا ده دوري قوي جدا وبتاع. يعني فالاهلي قوي لان الاهلي فرقه بتحلق في منطقه مختلفه عن الاخرين، وعشان عنده اهداف مختلفه وعنده جاب مدرب مختلف ومميز رغم انه هجم في البدايه، عنده لعيبه بتحقق الاهداف، عنده كل الحاجات دي موجوده في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي فيه فرق كبير جدا، لكن لو بصيت لبقيه الفرق والمسابقه هتلاقي ان المنافسه شرسه وقاتله. تلاقي صراع عنيف على المركز الثاني 22 و20 بين المقاولين وبالاتحاد، صراع عنيف بين الزمالك والمقاصة على المركز الرابع والمركز الخامس، صراع اسرع عنيف على المنطقه الدافع في السابع والثامن، من العاشر حتى ال 18 صراع يعني ولا اشرس من كده، بين 10 فرق بيلعبوا في ثلاث نقط، ثلاث نقاط بيطلعوا، يعني اليس هذا دليلا على قوه يعني ما هي قوه المسابقه يعني. احنا بنشوف مباريات قويه جدا ومباراه صعبه جدا، وفي بعض المباريات الاهلي بينتزع الفوز بشق الانفس. انا انتزع الفوز اللي هو الهدف الاول، أيوة. انك بتواجه صعوبات كتيره جدا وبتواجه طرق دفاعيه شرسه جدا، لكن عشان انت قوي، عشان انت منظم، عشان انت عندك تحركات، عشان انت عندك افكار خارج الصندوق بيلعب بيها فايلر السنه دي، ده صنع لك فرق كبير جدا فالدوري ليس ضعيفا، بالعكس الدوري هذا الدوري لو كان متواجد فيه الجمهور بكامل قوته كنت هتتفرج على المستوى، تتفرج على الشكل وتتفرج على الاداء. البعض يعني مش عارف، دايما البعض يقلل من الدوري المصري، احنا شايفين انا اداء كويس واداء قوي، انا ضد هذا الامر يعني، في البطوله قويه وبتسير طيب بشكل هل قوي. احنا نقدر نطلع في فريق النادي الاهلي نجم للمرحله اللي فاتت ولا صعب؟ بص انا هقول لك يعني قبل كده كان دايما الاهلي بيعتمد على سوبر ستار موجود هو دايما المنقذ، او واحد او اثنين بيكونوا منقذين. اللي عمله فايلر دلوقتي في النادي الاهلي اعتمد على الجماعيه في الفريق، جماعيه الفريق، فالنجم هو الفريق النادي الاهلي، واخد بالك؟ طبعا كل اللعيبه اللي في الاهلي لعيبه اسماء ثقيله ونجوم ومميزين، اتكلم عن رمضان صبحي، عن الشحات، عن الشناوي احسن حارس موجود في المسابقه ما شاء الله، بيعمل موسم عظيم وبيعمل تصديات غير عاديه. لما نتكلم على علي معلول قبل وبعد ما رجع من الاصابه، لما نتكلم على السوليه، لما نتكلم على اليو ديانج لما بدا ينزل ويظهر ويؤدي بشكل، طبعا لاعب قوي، لاعب مميز، بيؤدي بشكل كويس. اعتقد ان مع المباريات اكتر هيكون مستوى اعلى بكتير جدا، وما زال عنده كتير وفي جعبته الكثير من المهارات والقدرات، لكن لاعب عنده قدرات بدنيه عاليه جدا، عنده برضه قدرات فنيه، يعني تحس ان عنده كوره وبيلعب وفي دماغه ويقدر يتحرك بشكل جيد. يعني لما تخش في الخط الامامي وتلاقي وليد سليمان والشحات ورمضان صبحي ان شاء الله ربنا يشفيه ويعود سريعا، واجايي، وبعد كده عندك وليد ازارو ومروان محسن، يعني مجموعه كبيره جدا من اللعيبه موجوده غير المجموعه اللي جاهزه اللي موجوده على دكه البدلاء. فالراجل قدر يعمل الفريق النجم كويس، وانه كله يعني تلاقي ال 24 هدف المفروض منهم، لو عندك واحد فريق تلاقي جاب 12 هدف مثلا، اكتر حد وليد سليمان اعتقد 5 اهداف يعني من تقريبا وليد جاب 5 اهداف يعني. فما فيش اللاعب اللي هو يعني عامل الانفراد بقدر ما ان اللعيبه كلها كتله متشابكه ومتماسكه، والفريق بيلعب بروح الجماعيه وبنفس الحماس وبنفس القوه بنفس الاداء. الاكثر من لاعب غالبيه اللاعبين سجلوا اهداف، يعني ال 24 هدف سجلها غالبيه لاعب الاهلي، عندك عدد كبير من اللعيبه. ما بقول لك ده دليل على ان كل لاعب الاهلي بيكون لها ادوار هجوميه كما لها ادوار دفاعيه. فالامور ماشيه بهذا الشكل، وده طبعا شيء عظيم جدا يكون عندك فريق جماعي بيؤدي كله بهذا الشكل، وكل اللعيبه عندها الرغبه وعندها الطموح. يعني بيفكرنا بعصر مستر مانويل شويه، العناصر اللي كانوا موجودين مع مستر مانويل في التوقيت ده، يعني كان عندك كابتن محمد ابو تريكه، كابتن محمد بركات، محمد شوقي، مساء الجمعه، ناس كتير جدا اساطير. ما كنتش تقدر تقول مين نجم الفريق. ابو تريكه طبعا طبعا كان جميل، يعني بركات كان جامد جدا، والتيم ده لوحده يشيل الفرقه، وده يشيل الفرقه، وعماد متعب يشيل الفرقه، وفلافيو وجلبرت وعماد متعب، لا يعني في عصر كده بيبقى فيه ايه كوكتيل الفريق كله هو النجم، وكل اللي فيه نجوم، وكل اللي فيه احنا بنكرر العصر ده وكل اللي فيه ولا لسه شويه ما نقدرش نقول. لا بص، دي مرحله ودي مرحله. المرحله اللي عدت كانت مرحله عظيمه، مرحله اسطوريه في طبعًا تاريخ البطولات في النادي الاهلي. يعني مرحله انت بتتكلم على مستر مانويل جوزيه، راجل جمع 20 بطوله مع النادي الاهلي، وعمل استرد دوري ابطال افريقيا بقوه، والسوبر الافريقي، وعمل انجازات في كاس العالم للانديه، عملوا حاجات عظيمه جدا طبعا، يعني كان الاهلي محلق في عنان السماء. الان الاهلي بدا مشوار ده، لكن الاهلي لم يحقق
اي شيء من هذا الامر يعني مثل الفيرال حتى الان بعد كده نقارن او نقارن لما ياخد نفس البطولات طبعا لما يجيب البطولات بعد بطوله افريقيا ان شاء الله طبعا ده لكن اللي بيحصل دلوقتي مؤشر على تكوين فريق مستقبل الاهلي لا سيما ان الاعمار السنيه منخفضه لحد كبير متوسط الاعمار في النادي الاهلي فده يعني يطمنك في ظل تواجد بعض عناصر الخبره برضو ما بقول لك لا ما ده طبعا مهم جدا يعني ده يطمنك على ان المستقبل يعني الاهلي ممكن عنده نجوم كبار وطبعا لهم كل التقدير ولهم كل الاحترام وهم رمانة الميزان واللي بيعملوا الاتزان في الفريق الخبرات لكن عنده برضو عدد كبير جدا من الشباب اللي لسه 20 سنه رمضان صبحي 23 سنه ما شاء الله محمد محمود ربنا يشفيه كريم ندفد عدد كبير جدا من اللعيبه غالبا السوليه اليو ديانج 22 سنه كل الناس دي بتتكلم في العشرينات فدي ناس لسه قدامها سنوات طويله جدا في كره القدم ومشوار طويل جدا ده دليل على ان الاهلي بيبني فريق للمستقبل يعني الفريق اللي بيلعب بيه الاهلي دلوقتي فريق قوي فريق مميز يعني اعتقد ان ده ممكن يحقق بطولات كتيره جدا ان شاء الله بس المهم التوفيق والمهم ان ما يكونش في حكام ظلمه زي ما شفنا في على المستوى الافريقي او ممكن تتعرض لبعض الحاجات على المستوى المحلي يعني انت وارد جدا ان بعض المستوى المحلي انك بتتعرض في اخطاء تحكيميه بتبقى موجوده ممكن تاثر عليك بس انت ان انت بتحقق نتائج كويسه وبتسجل عدد كبير جدا من الاهداف بتمشي الامور وما بتبانش يعني القضيه يعني في بعض الاحيان حتى والاهلي ماشي بشكل جيد لكن بيبقى فيه انتقادات قويه جدا على بعض اللاعبين هل شايف ان الامر ده بيبقى في محله في صالح الفريق بص يعني الانتقادات طبيعيه جدا وموجوده يعني ما فيش حد كامل يعني الكمال لله واحد انا بتكلم بس يعني. بتكلم بس من جمهور الاهلي يعني بتكلم من جمهور الاهلي بص طبعا جمهور النادي الاهلي وكل حاجه ما عنديش مشكله جمهور النادي الاهلي بيبقى داعم للفريق النادي الاهلي في كل الاحوال وفي كل الاوضاع انا بتكلم على البعض القليل اللي دايما مثلا يمسك لعيب من اللعيبه مثلا يقول لك ايه ده لا 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 بس انا ما بشوفش حاجات زي كده يعني ساعات بنشوف حاجات شبه كده يعني من جمهور النادي الاهلي لا ممكن يكون حد مثلا يعني عايز يعمل ازمه للنادي الاهلي عايز يهد استقرار الفريق احنا لازم ننبه على الحاجات دي بس عشان يبقى واعيين لا طبعا لا طبعا دايما جمهور النادي الاهلي عارف انه بقى سبورت للفرقه بشكل طبعا غير عادي طبعا طبعا جمهور واعي جمهور ذكي جدا جمهور مركز قوي مع الفرقه يعني وحتى في غيابه على المدرجات لكن هو اكثر تركيزا مع الفرقه ومع كل همسه مع كل لمسه موجوده يعني في الملعب في نفس الوقت مفيش لعيب فوق الانتقاد بالمناسبه يعني مفيش لعيب يعني مفيش لعيب بيقعد ولما حد من جمهور الاهلي بينتقد لعيب معين ده بقى عشان عايز منه الاحسن عشان طبعا ده صحيح طبعا وده جمهور وده دور الجمهور واحيانا الجمهور بيعمل ضغط على اللاعب عشان يرفع مستواه بالظبط بالظبط واخد بالك فدي امور عاديه جدا ممكن تحصل اهم حاجه ان ما يكونش فيه تجريح ما يكونش فيه اهانات ما يكونش فيه خروج عن النص وخروج عن المألوف انا بتكلم على مستوى فني وبطلب من اللاعب ده ان يديني مستوى اعلى من كده يليق بيه ويناسب النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي يعني. دايما لان طموح جمهور النادي الاهلي بلا حدود في الحقيقه يعني. امبارح كان اول مران لكهربا مع الفريق بتشوف الصفقه دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه للفرقه يعني. لا كهربا من المواهب المعروفه الموجوده في الكره المصريه وهو واحد من ولاد الاهلي بالاساس طبعا. يعني عنده مهارات وعنده مواهب كتيره جدا وظهر ده في اكتر من مناسبات يعني سواء مع الانديه اللي لعب معاها سواء جوه مصر او بره مصر او مع المنتخب الوطني اعتقد ان من وجهه نظري ان توقيعه وعودته للنادي الاهلي كوم وما سبق ذلك يعني كوم اخر يعني دي مرحله ودي مرحله ثانيه يعني لان النادي الاهلي ليه نظام معين ليه قواعد معينه ليه معاملات معينه ليه اصول معينه ليه مواصفات معينه المفترض ان هي تتواجد في اللعيب بل ان النادي الاهلي بيغرس في اللعيبه اللي بيجيبها حاجات معينه وحاجات من قيمه ومبادئه ومن اخلاقياته ومن الحاجات المفترض يتصرف بيها اللاعب النادي الاهلي او نجم النادي الاهلي يعني اعتقد ان صفقه قويه صفقه ستكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي واضافه قويه جدا لتدعيم الشق الهجومي في النادي الاهلي باذن الله طبعا يمكن الاهلي اعلن منذ فتره عن انتهاء توقيعه وان هو خلاص اصبح لاعب النادي الاهلي يبقى قيد ان شاء الله في يناير تجرى عمليه تجهيز له بشكل كبير جدا عقدت جلسات مكثفه معه من قبل مستر فايلر وقبل الجهاز الفني في تجهيزات بدنيه واحمال بتجهز ليه تجهيزات فنيه ايه الاضافه الفنيه اللي ممكن يضيفها كهربا يا استاذ موسى من وجهه نظرك والله هو كهربا ممكن تلعب بيه كجناح ممكن تلعب بيه كمهاجم صريح يعني الاثنين دول
يعني اللاعب اللي بقى عنده حاجه دي كانه لاعب دبل يعني لاعب مزدوج يقدر يؤدي لك الحاجتين دول في وقت واحد يعني. فحسب حاجه الفايلر لي وحسب توظيف فايلر لي حسب المباراه اللي حسب المباراه اللي لعبها في بعض المنافسات بنشوفها زي ما هو بيوظف اللعيبه دلوقتي في لعيبه تلاقي دي الطرف في لعيب يدخله في الوسط قفشه شوف اتوظف ازاي لما فتحي حمدي فتحي اصيب فطبعا حسب وجهه الجهاز الفني ان يوظفه زي مثلا احمد فتحي لاعب جوكر وبيلعب في مراكز عايده جدا لما حصلت ازمه في ماتش النجم الساحلي شوف لعب في كم مركز خلال هذه المباراه يعني فده هيرجع الجهاز الفني لكن المهم ان هو يكون لاعب جاهز لاعب ملتزم لاعب منضبط لاعب مستعد نفسيا وفنيا لاعب مركز مع الاهلي في حاجات معينه ومش مركز بره الاهلي ولا بره الملعب وبعيد عن اي مشاكل وبعيد عن اي ازمات واعتقد ان ده هيكون متوفر ان شاء الله في كهرباء ونتمنى له ذلك يعني حتى يفيد النادي الاهلي ويفيد نفسه يعني ويعود بقوه نجما كبيرا متألقا ويعود لمنتخب مصر قويا ويكون اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر اللي محتاجه برضه ايضا كتير خلال المرحله المقبله يعني. دايما لما بيبقى في مباراه للنادي الاهلي بحضور الجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي في المباراه دايما بنتوقع اداء افضل ونتيجه افضل بالنسبه للفريق. مباراه بلاتينيوم هيبقى فيها عنصر الجمهور وهو العنصر الاهم جمهور النادي الاهلي تحديدا بالنسبه للفريق 10,000 للاسف بس اللي هيكونوا موجودين اكيد نتمنى دايما الاستاد يبقى ممتلئ عن اخره من جمهور النادي الاهلي لكن كيف تتوقع اداء ونتيجه مباراه الاهلي وبلاتينيوم في ظل حضور الجماهير 10,000 يا عم امير نحمد ربنا الحمد لله بس برضو يا رب بس انا عايز ان احنا نثبت على حاجه ونبني عليها ونزودها حلو ماشي يعني كان ده مهم جدا يعني لان احنا كل مره بندخل اعداد وبعد كده بتحصل انتكاسات وبنرجع تاني لنقطة الصفر الكلام ده حصل كتير جدا يعني فأتمنى بإذن الله إن الأمور وأعتقد إن الأمور بتسير في هذا الطريق في الاتجاه ده في هذا الاتجاه إن في عندنا 5,000 موجودين في الدوري و10,000 موجودين في أفريقيا نثبت عند هذا الحد ونبني عليه ونزود عليه تدريجيا كويس فده يبقى شيء كويس جدا وجود الجمهور عامل مهم وعامل حاسم جدا ومع النادي الأهلي تحديدا لأن النادي الأهلي كلاعيبة وكفريق مرتبط بالجمهور والجمهور جمهور الاهلي دايما مختلف والجمهور بيكون دافع كبير جدا للاعبين يعني صح صح. يعني الحقيقه انا يعني في تواصلات بين الواحد بص اللقطه يا استاذ اسامه بص الجمهور يعني طب يعني نتكلم في ايه يعني حاجه اللون الاحمر كمان في الملعب يعني. حاجه جامده يعني منظر نفسنا نشوفه تاني بصراحه حاجه يعني بص منظر ده تخيل دوله موجودين يحركوا الحجر يعني طبعا فين الدخلات العظيمه بص منظر المنظر المقدوم لا طبعا حاجات يعني عظيمه وجمهور الاهلي دايما عظيم وجمهور دايما مشرف ومميز على مستوى العالم لما تيجي تلعب مباراه بالنسبه للنادي الاهلي والجمهور معاك بتبقى يعني نسبه تفوق ال 50% انت خلاص 1-0 مثلا بالنسبه لك فاهم قصدي؟ يعني حاجه ايجابيه بالنسبه لك اكبر لا 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 بس وجود الجمهور ده وجود الجمهور ده بيضغط على المنافس اول واحد وفي نفس الوقت بيكون يعني باور ليك انت ومساعد ليك انت بشكل كبير جدا طبعاً وفي نفس الوقت وجود الجمهور ده بيخلي كل لاعب يعني لا يدخر جهدا طبعا في الملعب بيدي حماس بيبذل يعني. كل جهده وبيأدي الدور اللي عليه بشكل كامل فوجود 10,000 في ماتش بلتونيوم ان شاء الله اكيد هيكونوا دافع كويس جدا ودافع قوي للفريق ان انتصار لان الانتصار اللي جاي على بلتونيوم مهم جدا 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 انا قلت لك في 6 نقاط جايين دول يعني مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي انا الفريق طبعا بلتونيوم 0 من النقاط خسر على ملعبه من النجم الساحلي وخسر من الهلال في السودان ده مش مؤشر ان دي فرقه ضعيفه وياما حصل انخداع في هذا الامر وياما فرق كانت اقل في المستوى وتنخدع فيها وتقول ان انا المكسب مضمون بالنسبه لي وتفاجئ باداء قوي لان الضعيف اصلا يعني اي فريق بيبقى جاي لو شافك انت فريق كبير بيبقى عنده دوافع كبيره جدا ان هو يلعب قدام فبيبقى الدافع والحافز عنده هو كبير واكبر من الدافع والحافز عندك انت انت ممكن تبقى عندك ثقه كبيره جدا واستهانه واستهتار بالفريق فما تقدرش تحقق الهدف ودي سحر كره القدم ودي مفاجاه كره القدم انك لا تستهين باحد وانه في قاعده عامه في كره القدم انه لا توجد مباراه سهله حتى تنتهي هذه المباراه ونتيجتها تطلع لنا ونشوف النتيجه يعني تدريبات فريق بلاتينيوم او سعد تدريبات فريق بلاتينيوم هناك في زيمبابوي ده اعتقد ده هناك في زيمبابوي يعني طبعاً. لكن هي مباراه صعبه في كل الاحوال اي ما انا بقول لك اي مباراه صعبه لا تكون سهله الا بعد نهايتها والنتيجه صح تبقى صح خلصت يعني صح صح لكن عشان تقول لي دي مباراه سهله طب مباراه سهله انت كسبتها لا طبعا لسه ما كسبتهاش فحكايه مباراه سهله دي بتنيم الناس وتخلي الامور هاديه وممكن تقعد تتراخى دقيقه بعد دقيقه بعد 10 بعد نص بعد ربع لغايه ما تلاقي الامور مرت منك وياما مباريات سهله الكره المصريه بشكل عام والفرق المصريه تعرضوا لازمات ومواقف صعبه خلالها يعني فمؤكد طبعا ان اللعيبه هتاخد المباراه بجديه لان مفيش تهريج في الامر يعني
طيب استاذ اسامه، عايز اتكلم معاك شويه بعد ما اتكلمنا عن النادي الاهلي، وده دايما بيبقى الملف الاهم، لكن خلينا نتكلم شويه عن منتخب مصر، نتكلم عن اللغط. واحنا دايما في حلقه الخميس مع استاذ محمد القوسي بنحاول نغطي معظم الاحداث اللي حدثت على مدار الاسبوع الماضي. يعني تصريحات الكابتن حسام بدري مثلا عملت لغط شويه، كان البعض قلقان بشكل كبير، مش البعض، الكل دلوقتي قلقان بمصير منتخب مصر والمشاكل اللي بنسمع عنها. لا يعني قلقان بمصير منتخب ازاي؟ قلقان بسبب تصريحات الكابتن حسام بدري ان في مشاكل، لو في حد في مشكله مثلا مع عضو في الجهاز الفني هيمشي، كلام من ده، مستوى اللاعبين في الدوري المصري. انت بتشوف مستوى اللاعبين في الدوري المصري؟ هو يعني ابرز تصريح اللي انا اشكره ان هو قال لك ان انا مش شايف لعيبه في الدوري المصري. ما ده برده من اهم التصريحات زي ما بقول لك. عفوا. ان هو بيقول لك مش شايف. طبعا ده انا من وجهه نظري ان التصريح ده مش موفق، غير موفق فيه يعني كابتن حسام. ما ينفعش مدرب منتخب مصر يطلع يعني يقول لك احنا ما عندناش دوري، ما عندناش كوره، ان ما فيش حد نافع يعني. طب خلاص حياتك، طب يعني ما طب نلغيها ونبطل ونقعد في البيت لو الامور كده يعني. انا شايف ان الامور مش كده ومش بالشكل ده، ولا تقاس بهذه الطريقه يعني. المفروض المدير الفني يحفز اللعيبه ويدعم اللعيبه، حتى لو ما حدش عاجبه يقول ان في لعيبه تحت المنظار، وان اللعيبه الجديده اللي هتظهر ان شاء الله واللاعب اللي هيقدم بشكل بالزبط. قوي ادي دوافع للعيبه، لكن انا يعني امسك سكينه وادبح كل اللعيبه وانهي القصه. طب ما ليه الدوري بيفرز لعيبه، وكل فريق دلوقتي فيه اكتر من لاعب مميز ولاعب قوي يعني. فطبعا انا شايف ان الامر ده مش موقف، هو اثار بلبله كبيره جدا واثار لغط كبير جدا. ويمكن مش عارف هل يمكن ان فتره ركود دي بالنسبه للمنتخب كابتن حسام اراد ان يثير حواليه بعض الزوبعات وكان يقطع المنتخب. هل ده بيبقى منطقي يعني لو بيبقى كده؟ لا خالص طبعا مش منطقي طبعا. يعني زي ما قلت لك المدرب المنتخب المفروض يحافظ حتى على اللعيب، حتى لما يضم اللعيبه بعد كده تقدر اللعبه دي تلعب وتؤدي بشكل قوي وشكل مميز يعني. طيب اكيد نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري. مش عايزين نتكلم في الملف ده اكتر من كده، لان احنا دايما بنبقى داعمين ومساندين لجهاز الفني لمنتخب مصر، واسم المنتخب دايما بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، لان ده في النهايه منتخب مصر. عايز اتكلم معاك شويه على اتحاد الكوره في ملفين بالتحديد، ملف اللائحه الخاصه باتحاد الكوره، وخصوصا ان مفيش مشروع لائحه تم ارساله للانديه، بس تم ارسال الانديه خطابات يا جماعه قولوا لنا مقترحاتكم بس. هل شايف ان ده برضو طبيعي او منطقي، ولا ايه الامور كانت المفروض تمشي ازاي من وجهه نظرك؟ لا طبيعي ان يتم ارسال لائحه لكل الانديه الاول، مشروع اللائحه الاول. طبعا يعني انا هناقشك فيه، انا ببعت لك اللائحه يعني بعمل مشروع اللائحه كويس. ده سيستم اللي بتعمل في كل لائحه يعني. لما يكون في جمعيات عموميه يعني فالانديه هي الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، فانا بعمل لائحه تخص الجمعيه العموميه او تخص الجمعيه العموميه. طبيعي جدا ان اللائحه دي ابعتها لهم وهم يشوفوها ويقروها، وكل واحد يحط ملاحظاته عليها، هل ملاحظات ايجابيه، هل ملاحظات سلبيه، هل اللائحه دي كويسه، هل اللائحه بتلبي كل اغراض الانديه، ثم اعمل زي جلسه نقاش حوالين اللائحه دي. فبالتالي نقدر نتكلم ونتناقش. اكيد في ناس كتيره جدا عندها افكار لتطوير الكره المصريه ولمصلحه الكره المصريه ولمصلحه المسابقات تقدر تعمل ده، او مصلحه المسابقات اللي في مصر كلها. وبعد كده يتم وضع الصياغه يعني شبه نهائيه للائحه، وتطرح تاني وتشاف يا جماعه خلاص بقى دي اللائحه كده، وبعد كده تعقد جمعيه عموميه وتوافق. ده الطبيعي اللي المفروض يحصل يعني. لكن في احيان بيتم عمل لوائح فوقيه وفرضها. طبعا الـ 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 الامور اللي بتتم بالطريقه دي بتكون امور غير جيده وليس في صالح الكره المصريه وليس في صالح الانديه يعني، وما تؤديش لنجاح يعني. الطبيعي جدا زي ما قلت لك يكون فيها حواليها نقاش من الانديه ومن كل الناس، وممكن تاخد فيها اراء خبراء واراء محللين وناس اساتذه في القانون وفي اللوائح والحاجات دي كلها. كل ده المفروض ان اتحاد الكره الحالي او اللجنه الخماسيه تعمل حسابه، وانا شايف ان الفرصه متاحه للجنه الخماسيه برئاسه السيد عمرو الجنايني ان يعملوا لائحه غير مسبوقه في تاريخ الكره المصريه. ليه يعملوا ليه بقى؟ لان هذه اللجنه ليس عليها اي ضغوطات، ليس عليها اي وعود كويس. ليس عليها اي فواتير انتخابيه، هي عليها اهداف يعني بس محدده ان هي تنجزها خلال الفتره. يعني ما راحوش اتفقوا مع كتله اصوات في الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثالثه خليكم معانا في الانتخابات واحنا لما نيجي مستحيل هنفرط فيكم. فبالتالي ده مش موجود بالنسبه لهم. فهم يعني متحللين من كل هذه الاشياء. ففرصه ان يعملوا اللائحه لكره القدم في مصر، او لائحه للانديه في مصر، او لائحه يعني يعملوا اللائحه اللي تساهم في نجاح وتطوير المنظومه وتطهيرها من كل العناصر السيئه اللي موجوده فيها.
وتكون لائحه قويه وصارمه ومحدده والامور تكون واضحه فيها يعني. كويس. فاذا اتحاد الكره نجح ان يعمل كده يبقى انجاز بالنسبه له، يبقى انجاز كبير للزمالك. ما نجحش يبقى طبعا، او زي ما الامور بنسمع عنها وبتثير في هذه الايام ان الامور ليست جيده، وان هناك خلافات بين بعض الاعضاء، وان كانت الخلافات في وجهه النظر ليست كارثيه يعني. فنتمنى ان الامور يعني يتخلصوا من كل هذه الاشياء، ونركز في حاجه واحده، ان احنا نعمل لائحه من اجل مصر. من اجل مصر، مهمه دي، مهمه جدا، عشان يكون عندنا حاجه محترمه ومسابقه محترمه. مع تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه الاول. والله انا قلت كده يا امير وزعلوا مننا، وتفتكر عملنا حلقه قبل كده واتكلمنا في الموضوع ده. خلينا نتكلم تاني بشكل عام، لان لما بنتكلم برضه الناس بتزعل. انت ما بتتكلمت كام صالح الكوره في مصر، صالح الرياضه المصريه؟ احنا لا احنا انديه ولا نملك انديه ولا عندنا حاجه. بالزبط. احنا بنقول انديه الدوري يعني انديه الدوري الممتاز عندك 18 نادي، عندك المفروض المسابقه اللي بعديها تكون على نفس مستوى. يعني يا تبقى 18 نادي يا تبقى 20 نادي. كنا هي تبقى ثلاث مجموعات، وكل مجموعه فيها 12 ولا 13 ولا 14 فريق، بتتكلم في من 30 ل 36 فريق بيلعبوا كره، امور ضعيفه جدا بتضعف في المسابقه يعني. قلنا نعمل مسابقه على مستوى مصر زي ما في كل الانديه والدول المتقدمه في كره القدم، تعمل مسابقه على مستوى مصر كلها في القسم الثاني، ومسابقه تبقى قويه وتبقى مميزه، ومسابقه ممكن تطلع منها نجوم، وهنا تطلع منها لاعبين، ممكن تاخد منها لاعيبه المنتخب لو شايف يعني. لان في لاعيبه كتيره جدا جت من المسابقه دي ومميزين طبعا، منهم حمدي فتحي. حمدي فتحي كان في دمنهور، كان في دمنهور ولعيبه كتير جدا يعني. لو عدنا بالمناسبه في ماتش اهلي ودمنهور من كام سنه، طيب يعني كان بيلعب في دوري القسم الثاني. اذا في مواهب وفي عناصر قويه وفي عناصر مميزه، ولو دورت في الاصول الكرس هتلاقي عدد كبير جدا فعلا، لا يقل صح مثلا صح عن من 30 ل 35% جاي من مصعد من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى. الاسماعيلي ده الاسماعيلي ياما جاب نجوم من القسم الثاني وعمل منهم لعيبه كبيره جدا يعني. انت شايف ان لازم يتم تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه من وجهه نظرك، ولا شايف ايه؟ ما بقول لك انا تقليص، طبعا تقليص مهم. انا احنا خدنا في المسابقات يعني في ايوه المسابقات. لا بس انا كان سؤالي الاول تقليص العدد، لان في ناس تقول لا العدد ما يقلش. العدد يقل الكلام ده، انت كنت شايف ايه من وجهه نظرك؟ لا انا شايف العدد طبعا يقل، لازم طبعا يقل كتير جدا. طب جدا عدد جدا اعضاء جدا يعني. اتحاد الكوره في البند المفروض يبقى موجود في اللائحه الجديده. في ناس بتقول ممكن يبقى 9 اعضاء بالرئيس وناس تقول لك لا لازم يبقى 11 عضو مثلا. اعتقد انا من وجهه نظري ان فكره الرئيس والنائب وامين الصندوق والخمسه واثنين شباب او ثلاثه هي دي الفكره الافضل من وجهه نظري يعني. انت بتتكلم لو خمس اعضاء واثنين تحت السن، بتتكلم في سبعه مع ثلاثه يبقوا 10، يعني من 9 ل 10 اعتقد ده عدد مطلوب، لان عندك مهام كتيره جدا، وعندك فرق، وعندك مسابقات، وعندك منتخبات، وعندك ملفات، وعندك لجان. فيبقى الامور بهذا الشكل يعني. النهارده مثلا في خبر معايا من سوبر كوره ان اتحاد الكوره بيدرس الغاء بند ممارسه كره القدم من شروط الترشح لعضويه الجبليه، رايك ايه؟ لا يعني لا اللي هو ايه؟ ان اللي يترشح لعضويه الجبليه مش شرط يكون لاعب كره قدم اصلا خالص. انت مع الاتجاه ده؟ لا 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 طبعا، لا مش مع الاتجاه ده. هو كان الموضوع ده نوقش قبل كده وقال لك ده يستثنى منه الرئيس، لان ممكن الرئيس يبقى شخصيه عامه، شخصيه اداريه، راجل اعمال ناجح، راجل ليه تجارب كبيره جدا في هذا الامر يعني. لكن ان كل المجلس ممكن نفاجئ بان المجلس كله ما لهوش علاقه بكره القدم وهو بيدير كره القدم في مصر، تبقى مشكله. اعتقد طبعا امر غير جيد، ومش في مصلحه الكوره يعني. طيب. لابد يكون عندنا ناس كويره بيديروا في الكره المصريه. ليه كويره؟ لان الكويره دول او اللي مارسوا كره القدم او اللي لعبوا كره القدم عاشوا كره القدم، عاشوا ازماتها، احداثها، مشاكلها، خلافاتها يعني اللي نزل في الملعب وشاف ولعب واصيب وجري وتعب، كل دي حاجات التاني مستحيل حتى لو شافها يقدر يدركها او يحس بيها. طب العمل الاعلامي هل يعني من ضمن برضو البنود المقترحه ممكن البعض يكون بيتكلم فيها، ان مش شرط يكون عضو مجلس اداره اتحاد الكره، او مش شرط لازم يكون عضو مجلس اداره اتحاد الكره ما بيمارسش العمل الاعلامي خالص؟ مع هذا البند مع الاتجاه ده قلبا وقالبا. ليه بقى؟ لان ما ينفعش انك انت تكون حكم وخصم في نفس الوقت. حلو. المعروف ان الاعلام سلطه. ودايما كان بيقول لك يعني، احنا حتى عندنا في الصحافه كان بيقول لك الصحافه سلطه رابعه. والاعلام اللي احنا بنأديه ده كله صحافه يعني. سواء الصحافه التلفزيونيه او الصحافه الاذاعيه او الصحافه الورقيه او الصحافه الالكترونيه، هو كل ما نطلق عليها الاعلام يعني. يمكن اللي عمل تجربه زي كده كان الكابتن عصام عبد المنعم الله يمسيه بالخير، لما مسك رئاسه اتحاد الكوره وهو يعني من الكتاب العظام او النقاد الرياضيين العظام في الاهرام. وقتها خد اجازه من الاهرام وبطل يكتب في الاهرام، حتى كان اخر مقال كتبه ان انا
يعني مضطر الان ان انا اسيب النقد الرياضي لان ده يتنافى مع المنصب اللي انا موجود فيه كرئيس اتحاد الكوره. طب انا هروح اشيد بقى سامع منها رئيس اتحاد الكوره في الاهرام وده منطقي. فهذا الامر غير يعني مرفوض تماما من وجهه نظري ان لا يجوز انك انت تشوف تبقى اعلامي وعندك برامج او بتكتب في جرايد وتخش اتحاد الكوره، لان ما شاهدناه في التجربه الاخيره كان مهزله بكل المقاييس. احنا لو هنتكلم على مصلحه الكوره في مصر يبقى اللي حصل قبل كده ده كان امر غير مقبول. بتفاجئ ان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره هو اللي بينفرد باخبار اتحاد الكوره بيطلع يقول وبيستضيف عضو اخر في اتحاد الكوره وبعد ما يخلص ويجيبه في مداخله مع عضو اتحاد الكوره. وده كلام وفي في الدنيا حاجه كده يعني كده. فطبعا ده امر ممكن بعض يقول لك ان العمل في اتحاد الكوره تطوعي. لا تطوعي حضرتك يعني تطوعي على مستوى ده حاجه مختلفه. لو حضرتك عايز تتطوع يبقى سيب المهنه اللي انت فيها واقعد تتطوع. لكن الاعلام يتنافى مع العمل في مجال بهذا الشكل. يعني نتمنى ان الامور كلها تدار في مصلحه الكره ومحدش يزعل من الحاجات اللي هتصب في المصلحه العامه. يعني كله عايز المصلحه العامه بكل تاكيد. يا استاذ محمد نورتنا وشرفتنا. خلصنا بسرعه كده. نورتنا يا استاذ اسامه. ربنا يخليك يا كبير. انا بستمتع دايما بالاداء معاك ويا رب دايما موفقين وان شاء الله يكون سبت مبهج للنادي الاهلي. والحمد لله الفتره اللي فاتت كلها كانت مبهجه صراحه على حد تعبيرك طبعا. استاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا في حلقه اليوم كالعاده كل خميس، وكلمنا في بعض الامور الهامه جدا بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وبعض الامور الخاصه بالكره المصريه بشكل عام. بكره احنا اجازه طبعا الجمعه، يوم السبت هنكون معاكم في حلقه جديده قبل ساعات قليله جدا من مباراه الاهلي وبلاتينيوم اللي هتكون يوم السبت الساعه 9 بالليل في استاد السلام، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.